الندوة اللي احنا فيها اليوم هي تتناقش واحد الموضوع اعتبره موضوع اساسي واساسي جدا. علاش؟ لانه الدولة تتحدث عن الامن الروحي، تتكلم على الامن الروحي، هذا امر جيد وهو مطلوب، لان من بعد احداث 16 ماي ومن بعد الفوضى الدينية اللي كانت قبل 16 ماي خصنا نبحثوا فعلا على امن روحي وعلى استقرار ديني داخل الدولة. ولكن المشكل اللي وقع هو انه وسائل التواصل الاجتماعي اللي خرجت في 2006-2007 يعني بعد وضع الاستراتيجية دارت تحديات جديدة، خرجوا دعاة جدد، خرجوا خطابات دينية جديدة مليئة بالتكفير، مليئة بالتشدد، مليئة بنشر التطرف، تتأثر على حياة الناس، تتأثر حياة الناس. في نفس الوقت ما يمكنش لك تمنع الناس من الكلام، لأن هذه حرية رأي وتعبير، وفي نفس الوقت خاصك تحافظ على الأمن الروحي داخل الدولة. كيفاش توازن ما بين هاد الجوج؟ كيفاش تستطيع أنك تخلق واحد الخطاب الديني اللي فيه التعددية وفيه التنوع وفيه عدد استيعاب تاع عدد من الأقليات اللي ولات موجودة اليوم واللي تتعبر على نفسها وحتى هي تحقق لها الأمن الروحي؟ الأمن الروحي ما خصوش يبقى يكون محصور في الإسلام والمسلمين، الأمن الروحي هو واحد المقصد اللي خاص أي مواطن مغربي يتحقق ليه. كيفاش؟ في ظل الوضع الحالي، في ظل الخطاب الديني، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والثوره الرقميه، هادشي اللي غادي نناقشوا ونتكلموا عليه اليوم. سعيد نشيد، رئيس مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصره. هذه المائده المستديره يتم تنظيمها ضمن الانشطه الاعتياديه التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصره، والهدف ديال هذه المائده المستديره هو إثارة النقاش حول الخطاب الديني السائد والشائع والرائج عندنا، إلى أي حد يستطيع أن يحقق هدف الأمن الروحي للمغاربة، إلى أي حد يستطيع أن يضمن هذا الهدف، يعني أم أن هناك بعض العوائق في مستوى المفاهيم أو القيم التي يجب الكشف عنها، لأن الهدف الأساسي في آخر المطاف والذي هو أعز ما يطلب داخل كل المجتمعات هو إشاعة مشاعر الأمن الروحي لدى أغلبية المواطنين. شكراً.